اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في العاصمه الاوغنديه كامبالا اليوم مع معالي السيد علي صبري وزير الخارجيه في جمهوريه سيريلانكا الديمقراطيه الاشتراكيه وجرى خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تطويرها والارتقاء بها الى افاق اشمل بما يلبي المصالح المتبادله اضافه الى مناقشه عدد من القضايا الاقليميه والدوليه موضع الاهتمام المشترك